يرتقبون بقلوب ولهى هذا الآتي المبارك، تحمله بشائر الماء، النفير يمخر عباب الصبر، أناس تحيا طيلة العام على ذكريات شعائر حجاج البيت الحرام. البلدة بأسرها تتأنق للقيا سفراء الله يلوحون في إهابهم النوراني الأبيض سلاماً من رب العالمين. يتحلق الصبية والبنون حول رحيق أرواحهم، ينشدون الري من البئر الأعظم. لقنهم الآباء والجدود أنها طعام طعم وشفاء سقم ولغز التاريخ البعيد. فما قصة زمزم؟ تلك المعجزة الربانية المذهلة، قصة عجيبة في البذل والعطاء. تتنقل أحداثها بين أديم الأرض وآفاق السماء. المشهد صحراء قاحلة بواد غير ذي زرع. فجعلت هاجر عليها السلام تجمع براحتيها البطحاء. رحم الله أم إسماعيل، لو تركت زمزم لكانت عينا معينا. بطأة جبريل هي بئر عظمى، سيدة ماء الأرض، معجزة باقية ما بقيت الدنيا. أحيت سنة الأولين بشراب صاف كاليقين، الارتشاف منه عبادة، والتضلع منه أمان من أدواء البدن وأسقام الروح، وبراءة من النفاق، شرب طهور من لدى الرب الرحيم، حلت فيه بركة النبي نوراً على نور، مج فيه فصار من المسك أطيب، غسل فؤاده الشريف في طست من ذهب بمائه الغياث. إنه منحة ربانية سائغة للعابدين، لا تنزف ولا تذم. الشباعة، من واظب عليها لا يضره جوع أو عطش. ما أروعك زمزم، من آية خالدة. 21 متراً لا أكثر تفصل بين الكعبة وبئر زمزم. فوهة البئر تقع أسفل المطاف حذو الحجر الأسود، لها نبعان يضخان صفو مائه، أحدهما يأتي من اتجاه الكعبة المشرفة والآخر من اتجاه جبل أبي قبيس والصفا. هذه البئر الشريفة نظيفة دوماً، لا تنمو فيها الطحالب ولا تلجها الهوام أو الفطريات أو ملوثات الماء المعتادة. زمزم لا تكف عن ضخ المياه العذبة بأمر ربها بمعدل يصل في حده الأدنى إلى 11 لتراً في الثانية، وفي أقصى معدلاته يصل إلى 18 لتراً ونصف اللتر في الثانية.
المعجز أن هذه البئر الهائل ماؤها تستقر في محيط الكعبة المشرفة بعمق 31 متراً فقط. رحلة الماء المبارك تبدأ وقت يضخ الماء من البئر مباشرة بواسطة مضختين هائلتين تعملان بالتناوب على مدار 24 ساعة يومياً. ترسل من فورها إلى مشروع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم في منطقة كدي عبر دفع آلي من أنابيب مخصوصة بغية المحافظة على خصائص ماء زمزم الرقراق. الماء يشق طريقه إلى أفئدة مريديه، أما المسجد النبوي فيسافر إليه الماء المبارك يومياً، وينتقل الماء المدرار إلى جوار المختار عبر صهاريج مجهزة بمواصفات قياسية يتم تأمين أغطيتها ومحابسها بأقفال بحيث لا تفتح إلا عن طريق الموظف المختص في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لصونه من أي مؤثرات. يبلغ معدله 150,000 لتر في الأيام العادية، وفي المواسم يصل إلى 400,000 لتر. تتابع عمليات السحب والضخ ومراقبة شبكات الأنابيب والخزانات بواسطة الألياف البصرية عن طريق برنامج متطور يعرف بنظام إسكادا. ويقدم الماء المبارك في حافظات معقمة ومبردة يبلغ عددها 40,000 حافظة في الحرمين الشريفين، وموزعة بعناية فائقة في أوردة الحرمين وأروقته. تجهز الحافظات في نقاط التعبئة المنتشرة داخل المسجد الحرام والمسجد النبوي، ثم تنقل بمنتهى الدقة عبر السيارات الكهربائية إلى أماكنها، ويراعى تقديم الماء مبرداً وغير مبرد تلبية لرغبات الزوار والمصلين، كما أن الحافظات مزودة بأكواب بلاستيكية للشرب. يصل عدد المستهلك منها أكثر من 2,000,000 كوب يومياً، وتستعمل لمرة واحدة حرصاً على الصحة العامة للزوار والحجاج. وتمتاز الحافظات بوجود أقفال خاصة من أعلاها تحمي ماء زمزم من العبث والتلوث بالميكروبات والأتربة. وتغسل الحافظات وتعقم على مراحل بصورة احترافية ودورية في المحطات الخارجية. وتنتشر في باحات وزوايا الحرمين مشربيات ونوافير ثابتة للشرب تغطي جميع الأدوار والساحات بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، كما توضع في المواسم خزانات لشرب المياه المبردة. وقد خصص موقع سبيل زمزم الكائن بالجهة الشرقية من ساحة المسجد الحرام لتعبئة الجوالين تخفيفاً على المصلين والزوار. واستحدثت حاويات وقرب ماء زمزم المتجولة لخدمة المناطق المزدحمة كصحن المطاف، كما تقدم رئاسة الحرمين تسهيلاً على المشتاقين للماء المبارك عبوات منقاة صغيرة توزع في المسجد الحرام عند المطاف وفي الصف الأول وفي مصلى الجنائز. ويقدر الاستهلاك اليومي لماء زمزم في المسجد الحرام ب700,000 لتر، وفي المواسم ب2,000,000 لتر يومياً. وحرصاً على سلامة ماء زمزم وخلوه من الملوثات والمكدرات البكتيرية، تؤخذ عينات عشوائية من الحافظات والمشربيات والخزانات
على مدار الساعة للتأكد من سلامته في المختبر المخصص لهذا الشأن، ويصل عدد العينات إلى 100 عينة يومياً. يا لتلك الرحلة المشرفة الجليلة، ولكن يبقى سؤال مهم: أي مصنع هذا الذي يقوم على مشروع سقيا زمزم العظيم؟ في عام 1431 هجرية 2010 ميلادية حدث تطور مبهر ونقلة نوعية وتأريخية لمشروع سقيا زمزم، وذلك بافتتاح المصنع الهائل مصنع الملك عبد الله بن عبد العزيز لسقيا زمزم بمنطقة كدي بمكة المكرمة. إنه الصرح المنيف الذي يهدف لرفع المعاناة الكؤود التي يتكبدها الناس في الوصول إلى خير ماء على وجه الأرض، وتوفير ظروف وشروط سلامة وأمان غير مسبوقين، وحماية الماء المبارك من التلوث والتلاعب عبر تعبئته وتوزيعه آلياً وفق إجراءات الميكنة العالمية. كما يحتوي المشروع على مستودع آلي مركزي لتخزين وتوزيع 1,500,000 عبوة 19 لترات، كما أن المشروع قد أزال الضغط والازدحام بتأمين شروط التنقية والتعبئة والتوزيع الآلي عن طريق قارئ باركود يقرأ الفاتورة ثم يصرف العبوات آلياً. وأخيراً، فإن مسيرة القيادة المستنيرة موفورة الرشاد لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمين لا يحد تدفقها الرائع حد، ولا تقف دون سعيها المتقن عقبة من أجل رفع آليات الأداء العالمية للمحافظة على صفو الماء المبارك. ذللته كتائب جسورة من رجال الحرمين الشريفين، سخرهم المولى سبحانه لهذا الأمر الجلل. نذروا حياتهم وعصارة خبراتهم لإيصال الماء المبارك إلى الأتقياء في بقاع الأرض كافة. المهرة الكرام، صفوة العمال والمشرفين، وخيرة الموظفين والمسؤولين، إنهم الجسر الآدمي بين أمر الله وبشرى القانتين الزاهدين الذين رسخوا الإخلاص دستوراً نبيلاً لكل من شرفه الله بحمل تبعة هذه المسؤولية الجمة، بمتابعة دؤوبة من الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن زمزم: إنها مباركة، إنها طعام طعم. رواه مسلم.